بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الأفاضل أعضاء موسوعة التوثيق الشامل والإخوة الموثقين، الحقيقة عايزين نتكلم في المساحة دي عن حاجة في غاية الأهمية، وهي أفلامنا اللي بنرفعها على اليوتيوب. طبعا ما في شك إنه اليوتيوب الآن أصبح يعني هو الوسيلة الأولى في العالم في نقل الأفلام والفيديوهات الوثائقية وغير الوثائقية اللي بيتناقل الناس في حياتهم اليومية. ونحن في موسوعة التوثيق الشامل بيعتبر ما نسجله من التلفزيون أو من الجلسات الخاصة أو من اللقاءات التوثيقية يعني جزء مهم جدا جدا من عمليتنا التوثيقية. وحاولنا إننا نحن يعني نبحث عن وسائل بديلة لليوتيوب، لأنه معروف إنه اليوتيوب يعني فيه كل ما هب ودب، وللأسف الشديد إنه يعني كنا بنواجه في نهاية الفيلم أو نهاية الفيديو بتجي مجموعة من الصور ذات العلاقة بتكون في آخر الفيديو، وبعض هذه الصور قد تكون يعني غير مناسبة أو غير ملائمة أو غير لائقة بموسوعة التوثيق الشامل. عشان كده نحن اتجهنا في مرحلة إلى عملية السيف شير، وأيضا هو ما حل لنا المشكلة بشكل كبير، لأنه بيديك رابط وانت حتضغط على الرابط بيوديك على الفيديو في مكان آخر. لكن أنا الحقيقة سبحان الله الهدف من قصدته من هذه المساحة إنه يعني اكتشفت عن طريق مجرد التجربة والخطأ إنه هناك وسيلة ممكن تعالج لنا المسألة دي بشكل كويس، وتخلينا إنه في نهاية الفيديو دائما بتجينا مجموعة من الأفلام اللي ليها علاقة بالتوثيق فقط. القصة دي نحن حنشوفها هسه مع بعض، ونشوف كيف نحن حننجح في عملية الفيديوهات اللي تكون غير لائقة نتفاداها ونستبعدها من أعمالنا. طبعا أنا داير أنبه الناس إلى أنه نحن طبعا عندنا قناة رسمية في اليوتيوب واللي هي قناة التوثيق www.youtube.com/توثيق. دي القناة حقتنا على اليوتيوب. فأنا أنصح كل الإخوان اللي عايزين يقدموا أي عمل يرفعوه على اليوتيوب عشان ينزلوه في موسوعة التوثيق الشامل إنهم يستخدموا هذه القناة. وبعدين بعد ما نعمل الحكاية دي بكل بساطة نجي نضغط على أبلود من هنا. لما نضغط على أبلود بيطلب مننا إننا يعني نختار الفايل اللي عايزين نرفعه. طبعا هنختاره من هنا من Select Files to Upload. بنختار اي فايل عندنا من الكمبيوتر بتاعنا، وفليكن انه نحن الان هنختار طبعا دي كلها يوتيوبس مرفوعة، فممكن انا اختار 19 ده لانه نحن محتاجين له. وبعدين الحاجة الدائرة اقولها انه عشان تتفادى اي فايلات يعني في نهاية الفيديو ما يكون لها صلة او غير لائقة، اهتم بانه اول حاجة التايتل حقنا يكون توثيق بالتسلسل، توثيق 20، توثيق 21، الديسكريبشن توثيق اونلاين، التاجز اللي هي الكلمات الدلالية، ودي اهم حاجة في الموضوع، لازم تكون توثيق فقط. يعني ما تكتب انه مثلا ده صلاح ابن البادية، والله ده فيلم مع مثلا عمر الدوش، والله ده فيلم مع الفاضل سعيد، لا، اكتب بس توثيق فقط. بعدين لما نجي في الموسوعة ممكن نبين انه الفيديو ده حق شنو او خاص بشنو. ايضا هنا في البرايفسي بنختار بابليك، ما في مشكلة، ونتأكد تماما انه نحن كل المعالم بتاعتنا هي توثيق فقط. يعني التايتل على الديسكريبشن على التاجز اصلا ما نطلع له من توثيق، ونحفظ العمل بتاعنا وبنكتفي بهذا القدر. لما يخلص الملف وناخده هو حيكون اتخدع بانه ما حيلقى اي كلمات دلالية توديه لمواقع إباحية أو مواقع غير لائقة أو غير طبيعية، وبالتالي نحن نكون اتحايلنا على هذه القناة
بحيث انه نحن خطينا الكلمات الدلالية اللي بتجبره انه ياخذ من قناتنا نحن وياخذ في نهاية الفايل. وانا بعتقد انه ده ايضا يعني حيحل لنا مشكلة كبيرة جدا. انا في الختام اشكركم، ومرة تانية بنبه وانصح بانه كل الاخوان الموثقين اللي بيستخدموا اليوتيوب رجاء استخدموا قناة التوثيق www.youtube.com/توثيق، وبعدين نستخدم نفس الخطوات عشان نتفادى اي افلام تجي في نهاية الفيلم حقنا وتؤذي المشاهد او تؤذي القارئ. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.